قيمتك بذاتك، قيمتك بذاتك. لا تجعل قيمتك معلقة بغيرك. إن نظر إليك ارتفعت، وإن أهملك وضعت. لا تجعل قيمتك معلقة بمدير، ولا تجعل قيمتك معلقة بفلان أو فلانة. اجعل قيمة من ذاتك، فإن أكثر الناس عزاً هو من يقوم بإعزاز نفسه، وأكثر الناس رفعة هو ذاك الذي يرقى بنفسه. فلا يجعل منطاد العز بأناس، لا يجعل منطاد العز بأناس. أعظم قيمة لذاتك ووجودك هو حينما أنت ترى نفسك من الداخل. إن كنت مهمشاً تقوم بالترميم، وإن كنت مكسوراً تقوم بعملية التجبير. هنا أنت تجد نفسك. إياك ثم إياك أن تنحدر لواد يجعلك ذليلا، فكل مبذول مدلول. عز نفسك تجدها، هذه لطالما رددها السابقون وأخذ بها اللاحقون. هذه العبارة التي يجب أن تتألق في نفسك. لا تكن طفيليا لا على جذع نخلة ولا على ساقها، ولا تكن أيضا كذاك الرجل الذي إن ابتسم أو نظر إليه الناس رأى نفسه كأنه مرآة. بل اجعل لنفسك ولذاتك مرآة، فالله لا يحب العبد المكسور. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أعزه الناس في أول دعوته، ولم يلتفت للناس حتى واساه الله فقال له: ولله العزة ولرسوله مني تأخذ العزة. وقال الله لنبيه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أغلق موضوع العزة على أحد، كأنه يقول: لن تنال العزة إلا مني، فإن أعززتك عزك الناس، وإن أذللتك وضعك الناس. لا رافع لما وضعه الله ولا واضع، لا رافع لما وضعه الله ولا واضع لما رفعه الله، لا رافع لما وضعه الله ولا واضع لما رفعه الله أبدا. من يرفعه الله لا يضعه أحد، ومن يسقطه الله لا يرفعه أحد. هذه القاعدة. محمد عليه الصلاة والسلام دخل الطائف ضرب، ما كسر، ضرب، سب وهو نبي الأمة، همش، نساء سفيهات ترفع الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضرب الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له: يا مجنون اخرج من الطائف، يا ساحر اخرج من الطائف. يأتي الأطفال يضعون الأشواك على الطريق، وسال الدم من قدمه صلى الله عليه وآله وسلم وخرج. لم يقل: يا رب أين أنت عني؟ لم يقل: يا رب أهذا جزاتي لأني أحمل دعوتك؟ أهذا جزاتي لما كلفتني به؟ أين أنت عني؟ لماذا لم تنصرني؟ لماذا رضيت علي الذل؟ ما قالها صلى الله عليه وآله وسلم، ما قالها، بل قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ أرجع إلى نفسي، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الناس لم يحترموني، هواني على الناس. ثم قال: إن لم يكن بك علي السخط فلا أبالي. يعني يا رب إذا أنت غاضب علي وهذه عقوبة لأنك غاضب علي، أنا ما أبالي، ما عندي مشكلة. إن لم يكن بك علي السخط فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. بس يا رب رحمتك أوسع، ارحمني. لم يجعل ما وقع له عتابا لله. لا تعاتب الله، لا تعاتب الله.
إياك أن تعاتب، لم يجعله عتابا لله. ضرب، كسرت رباعيته، قتل أصحابه، همش صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه مجنون كذاب ساحر، وضعوا له السم، اتهموه في عرضه، لم يعاتب ربه قط، بل كان ما كان دائما يردد: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اجعل العزة مربوطة بالله، ثق بنفسك ورمم نفسك من الداخل، وردد دائما: يا رب يا رب، فالله لا يكسر أحدا قال يا رب. الله لا يخذل أحدا نظر للسماء وقال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. لا يكسر الله أحد، فلا تعاتب الله. نحن إذا ما وقع البلاء علينا ننظر للسماء: لماذا فعلت هذا بنا يا الله؟ مات لنا ولد، ألم تجد إلا ابني يا الله؟ أخسر مالي، يا رب لما تفعل هذا بي؟ دائما ما نعاتب رب العباد ولا ننظر لأنفسنا. العزة لم تكن قط بالمال، فذكر الله لنا قارون فأذله الله بماله فخسفنا به وبداره الأرض. والعزة لم تكن بملك، فذكر الله عز وجل عز فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأذله الله بملكه وجعلها الأنهار من فوقه. العزة لم تكن أبدا بالجاه ولا بالولد، ذكر الله الوليد فقال: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فأبدا ما كانت بالمال. العزة لم تكن قط في الصحة والعافية أبدا، فإن الله عز وجل شانه ذكر نمرود وكيف أذله ببعوضة تدخل في أذنه: أنا أحيي وأميت. بعوضة تهلك جسده. لهذا لا تجعل العزة معقودة بأحد، لا بمال ولا بولد ولا بمنصب. فالأيام أعظم مدرسة، والدنيا أعظم جامعة نتخرج منها. سل كل رجل تولى منصبا ثم أحيل على التقاعد، سل كل غني دار عليه الزمان ثم أصبح فقيرا، سل كل رجل معافى في جسده أصبح الآن متهالك بالكاد أن يمشي، سل كل أم تعتز بأبنائها فقدت أبنائها. اسألوا هؤلاء أعظم مدرسة. الدنيا كل يوم تمنحك درسا بالمجان، والمدارس تمنحك درسا بالأقساط، والجامعات بالمال. إلا الدنيا تمنحك درسا بالمجان، تمنحك متى يرضى الناس ومتى يسخط الناس، تمنحك درسا أن الناس متى ما شاءوا صفقوا لك في صعودك، إبليس يصفق لك في صعودك، وكيف أن الناس تجعل اليد التي صفقت لك في صعودك تجعلها غطاء على عينها في سقوطك. اليد التي صفقت لك في صعودك تجعلها غطاء على عينيها في سقوطك. هذا الناس. لهذا اجعل العزة في الله. إن ذهبت الدنيا فأنا عزيز، وإن بقيت الدنيا فأنا عزيز. إن ذهبت الدنيا فأنا ذاك العزيز، وإن بقيت فأنا ذاك العزيز. محمد عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي خرج في مكة، هو نفسه من فتح مكة. يوسف عليه السلام الذي في السجن: إنا نراك من المحسنين، هو نفسه وهو يعلو على عرش مصر قال له إخوته: إنا نراك من المحسنين. ما تغيروا. إبراهيم عليه السلام قبل النار قذف في النار، هو نفسه الذي خرج من النار: سأستغفر لك ربي. هو نفسه. لوط عليه السلام الذي طرق الباب على الشاذين فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هو نفسه الذي خرج من قريته يا أسفا على قومه. هو نفسه لم يتغير. محمد عليه الصلاة والسلام في الطائف هو نفسه حينما ضرب، هو نفسه الذي قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نفوس العظماء لا تتغير.
نفوس العظماء لا تتغير، الدنيا تتغير حولهم، غنى فقر ذل عز جاه منصب زوال فقر صحة مرض، ويبقى عظماء. فالعظمة من الداخل يا سيدي، لم تكن قط العظمة في بشت يلبس ومال يعد ومنصب يراق، لا، أنت عظيم من الداخل. لهذا كم من رجل هش ضعيف في قرارة نفسه، طفل في قرارة نفسه، هش مكسور لكنه عظيم بردائه أمام الناس. لا يهمك إن رآك الناس بجناح بعوضة وأنت عند الله عزيز، لا يهمك إن رآك الناس ضعيفا والله هو سندك وظهرك. إن من يتكئ على الله لا يضره أحد، فالله سبحانه من يجعله دائما سنده ويتكئ عليه لا يكسر. فلا ضير إن رآك الناس مهمشا بلا قيمة، منبوذا، مطروحا، مسموما، أي شيء، ويراك الله عزيز، تسقط من عين الناس وتعلو في عين الله. من أولى عندك، عين الله أم عين الناس؟ من أولى أن يرفع الناس ذكرك في مجالسهم أم يرفعك الله عز وجل شانه في الملأ الأعلى؟ من يرفعه الله لا يبالي بالدنيا، لا يبالي بالدنيا، ولو ملكت الدنيا ووضعك الله الدنيا لن تبالي بك، فالدنيا جند من جنود الله. فرعون الذي اعتز بالدنيا أهلكته الدنيا، قارون اعتز بالدنيا أهلكته الدنيا، نمرود اعتز في الدنيا أهلكته الدنيا، أبو جهل أبو لهب اعتزوا في الدنيا أهلكتهم الدنيا، الدنيا جند من جنود الله. فإياك أن تسلخ جنديا عن سيده، إياك. فكن مع الله تأتي الدنيا تحت قدمك، تأتي الدنيا تحت قدمك. وأما على الناس فالناس كموج البحر، لا ضير، أكن ذليلا في عين الناس عزيزا في عين الناس.